هذا ويحرص الحجاج بعد أداء الفريضة وقبل عودتهم إلى بلادهم على شراء الهدايا للأهل والأصحاب الذين يأتون لزيارتهم والمباركة لهم على أداء الركن الخامس. وهذه العادة من العادات القديمة المرتبطة بالحج وما زالت إلى اليوم لها نكهتها الخاصة، لا سيما أن الهدية تحمل رمزية وقيمة المكان الذي قدمت منه بغض النظر عن سعرها. وجرت العادة أن كل حاج يوفر جزءا من ميزانيته للهدايا التي يشتريها البعض أيام وصوله الأولى إلى مكة المكرمة حتى يتفرغ للعبادة، فيما يفضل آخرون التبضع قبيل السفر بأيام. في هذا السياق كشف عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل سعد القرشي أن الحجاج القادمين من داخل المملكة ينفقون أكثر من 40 مليون ريال لشراء الهدايا التذكارية ومن المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مؤكدا أن الحجاج يهتمون بشراء الهدايا من مشعر منى في رحلة الحج لأنها تحمل ذكرى وطابعا خاصا بالحج، ويتذكرون من خلالها الأيام الجميلة التي قضوها في المشاعر المقدسة.